الشيخ وين رير سومالي لانا الشيخ عبد الله حاشي حسين بربراوي وسعدال كتوغا قوبل كسرار ايامانتا خطبة دي جمعها كقل يمسي جامع وين مقال هذا عين بيه معلن حرس خطبة دا سيايا كوسا بصنايد اسبابها بركة لغو هلو يفايدو ينكا يو اجر كالغي هلو صدقات دولة لبحو وانا كان الشيخ عبد الله حسين حاشي بربراوي وخطبة دي جمعها كتشي دينا يا مسي جامع وين مقال هذا عين بيه معلن حرس احمد المتقين ولا عدوان إلا على الظالمين صلى الله على نبينا محمد وعلى آله. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد أيها المسلمون عباد الله، أسباب تبرك هذا الوجه لوحة كمدة وفق مسلم كاهين ومراء أو لي ما دو أسبابها اللي يقان الله برتاي أما كتاب كي صنها الغشا جاي بركة هي أرزاق ذا الغهلة سكر أدين راه نوقف كتعب هي كسب إنه لي ما دو دين تين ودين هذا اللي رجال سي وفك بني آدم كاهي الدنيا ده إنه صامين في عن أو الدين هذه الدنيا بوكيش ويران هدان وضد ككلا وحبا وترهين إنه يسقوا يسقف في اللاده وأنه نقول مدتك كلو باهن أو بريء. إلهي سبحانه وتعالى وحده سقى دومي سلاح ليا وكان ليا مال كان جمعها. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلك خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. وقت عباد مركو يما دوها ولها اي شقوي كادو يتشوتشي صلاة جمعة مرك الله اعظام اي بي وحكا ستويدن كمشقولين ايه سا سايدين خير بدن هداد قران ايسان حتى ادو يدين اي كبر كوبيس صلاة دو مرك يدماتو لولك الهي اوكال كعا ارساق دا حلاشة عن الرادية والدوين كيدا مرة فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه الهي بادوك ايدين سخيري وكدغي من الديار سنين اد كسفرتان اد بيرتان اد كغنعستان حولات كل قتال بلك الهي صعدو ارساق ده حلاشه راديه ودوين كده صح ده مره رسولكم عليه الصلاه والسلام حييلي ان اطيب ما اكل الرجل من كسبه قف كوحو عنا وحا هو ناكسن هو احتر بدن وحو يساقو طبعضي او شقيستي اقعنتي ساو كلا صباحي ودكتينو الصحابة دي كقحي مقالة دا مكا يحوله ودي كتقي مدينة مركي تقين ولا له ودي انصار تهاد بيوسو دويين حتى وحو صوبان ديين حوله ودين لقي بصدان يقو ولا له ودي حوله اسكا ودي دي نفتو دينا ودي دي عدو صار كنو قطو وحيران تيرين سوقا نتوس وشقيسان تيرين يقول دين تي برانا يا وإلهي عابود يا هدنا وحي حون يعني وحي كنا ولا أنا يان يجا يا لسه بحجري ما كتعب لو بهي وحقف كتعب كور استاجين يعني وسكداي وهسو كم دي يوب الودو أي كم ديين ما أنت دباتوين كوا وين أي نهايستا الدنيا دين وإلا خورم مر الله ضاي دين تين وح كب بدن وكم دين أود يعيين وحكم إذا مصيبة قاتك ورق فربضان فكر لها يا عرقتي الصحة وهرومر لقو قاري لها رق فربضان حوق يا كرتي ودا شيء وحيوحو الحديه ينقاد كاسي وحدي وميلا يوفرديان مرنا يرادين ايان مرنا يساقا يوحديين وميلا يوفرديان سياين وهرومر قادنو او مدها ينو قمارنو تعب يا كسبا لينو قباهي اي يا وحي نقول استاجا يا إلى نسكدين تعب كنا ودوين كصح ذا وين لا مرة مركز بركوبية رسولك عليه الصلاة والسلام حييري سيد ابن عمر وريه والحديث في البخاري ومسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرق لبدا وحكى لي بسنية وحكى لي بسدي مد ولي بوحي الدور لي يا إيب كاين وكن نقضه وككلكم أخس بكره أنت أي ودك شوقاني أنا كالتين مر هذه لك على تبغى خيار كاسمه شو أكبر حي إيب كنا ولازمي هدي أنا تشيرين وحيابك على ساعة عيب شيء يقصه بحدي وحلمي ذا أما شرط دي مركو ولا نكت
وعد الرسول كفين صدقة وبين أبورك لهما في بيعهما لبدا قف وحك ليبسنا يا هدي الرونس الشاقان ويبكى بيني آني قلن من وليبان الشيقي سئيمه سو عدي وقش آن الصمين عبا شيقي سوليك كلاو الشاقان وانو دقيسا فقرق الشيطان كوي يبوها يو او كله يهي قري عباها الشيقا قل له يسيلقا قيبسدو يبكو ذا والله بركيا وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما هذا بيان شيقان ومدولي بيع عباها يأيمها الشيقي سوليا هاي وقريو يبكو ذا بركة ذا يالك قادة أقول النبي عليه الصلاة والسلام وحكم ذا أسبابها بركة ذا أخلاق ذا يد بيعد وناكسا تارني موناك هي صلة الرحم قفك قرابة سينو حريري عائشة رضي الله عنها وحي تري سيد الإمام أحمد مسند كيس كوري إن حسن الخلق وحسن الجوار وصلة الرحم تعمر الدار وتزيد في الأعمار قفكو أخلاق يد بيعد وناك سن خلق قينو كل رغمه ووناك قيسا يهلان قولي فعل حوق يتشاه نبكي سنة يكبد بادان وقول يفعل قعن يافتونان وكل بن شارني موانا قف كين لقاها له وشار كيسا وصفي عن ورق موانا قيسا وحكسيه حمانتي سنة وكيلانيه